هلو هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم نوجا فاشن ستايلست، والنهارده جايه اوريكم ايه الحاجات اللي اكتر موضه في الصيف ده. يلا بينا. المحجبات على فكره ليهم نصيب الاسد السنه دي. الموضه اكترها الحاجات الماكسي دراسز، الفساتين الطويله، كمان الكم الطويل طالع موضه. يعني الستايل ده تقدر تلبسه المحجبه وغير المحجبه. الالوان البرايت جدا، الزعقة، الالوان الفيروزي والوان البحر طالعه ترندي جدا زي ما هي في الفستان ده كده. كمان الحاجات اللي طالعه ترندي جدا القماش اللي هو فيه باتشز او فيه كذا ستايل قماش في نفس الدرس. يعني الفستان اللي قدامنا ده هتلاقي برنت هنا مختلف عن الجزء التحتاني، مختلف كمان عن الجزء اللي ورا، بيدي حركه حلوه وبيعمل اتراكشن جدا للدرس اللي انت لابساه. كمان ستايل اللي هو ستايل العبايات طالع ترندي جدا، اللي هو بيبقى داخل فيه شويه شغل بالخيوط او شغل بيسموه زي العربي كده. كمان الالوان الساده او الديب داي اللي هي تدريجات اللون الواحد، الازرقات والفوشيا والاخضر، كلها السنه دي معانا ان في الموضه. كمان الفساتين اللي داخل فيها الالوان اللي هي المفروض كلها موضه، الوان السنه دي ايه؟ الفوشيا والاخضر والاصفر، كل الالوان دي ترندي. وكمان ترندي ان هم يبقوا متداخلين جدا مع بعض في وان بيس زي الدرس ده، كل الالوان بتاعه السنه دي. ملخص الالوان يعني موجود في فستان واحد. الناس اللي بتحب المونو كالر او اللون الواحد عشان خاطري تبعده عن البني والاسود والجراي. الموضه السنه دي الفوشيا والاخضر والاصفر واللبني. ممكن تلبسي لون واحد بس يكون برايت بالشكل ده. البنطلون مثلا الابيض ده حلو جدا، فضفاض واسع يناسب المحجبات وغير المحجبات كمان، وفي حركه كده فايات شويه من الجنب منوره اللوك بتاعه. تقدري تلبسي عليه شميز او تيشيرت يكون لون واحد من الوان الموضه. الجينز طبعا على طول موضه، بس موضه السنه دي الجينز الفضفاض الواسع، الرجل الواسعه مش الضيقه، ما بقتش قوي ان الرجل الضيقه، بقت الرجل الواسعه. كمان بيخش معاه حركه زي حركه الشراشيب دي، بتديله حيويه وبتديله لوك مختلف وبيخليه ان جدا وصيفي جدا السنه دي. ابعدي شويه عن الشنط الغامقه اللي حجمها كبير قوي، مش هتبقى حلوه في الصيف. الوان السنه دي الالوان الباستيل الرايقه، الروز والفستقي او المنت بيسموه، والالوان طبعا الفاتحه زي الابيض والبيجات. استخدمي دايما الشنط الميد سايز او المينيوم سايز، يعني الشنط المتوسطه الحجم او الصغيره. نحاول برضو نبعد شويه عن فكره الجلد في جلد، الشنط كلها تبقى جلد، لا، نازل موضه جدا الحاجات اللي داخل فيها احجار، داخل فيها فصوص زي الشنط دي. الشنط دي بتتلبس كروس بادي او بتتلبس على الشولدر وداخل فيها خامات من الطبيعه زي الصدف وزي احجار المرجان. كمان طلع موضة جدا انك انت تستخدمي الشنط اللي داخل فيها البيدز او داخل فيها الخرز، زي حاجة زي كده تليق على لبس كتير، تليق على فساتين كتير، ويبقى اللوك بتاعك صيفي باقتدار. الخلاصة الوان الصيف الالوان البرايت، الالوان القوية جدا الفوشيا والاخضر والاصفر، وكمان الالوان الهادية جدا بس الالوان الفريحي زي الروز الباستيل المنت اللبنيات بكل درجاتها، كمان الحاجات الفضفاضه والمريحه اللي تريحك وتخليكي حاسه ان انت فريش وسعيده وانت في ايام الصيف.